انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء على مسرح المحكة. وللمزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة المراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، يعني بعد التحية ضعنا في الأجواء لديك وانطلاقة للدورة 30 لمهرجان قلعة صلاح الدين. نعم محمد ورغدة، تحية لكم. بالفعل منذ قليل انطلقت فعاليات الدورة 30 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، هذا المهرجان الدولي الذي يشارك فيه العديد من نجوم ومطربي الوطن العربي وكذلك فرق من دول عربية وأجنبية. منذ قليل صعدت الآن من خلف الفنانة الأردنية زين عوض وهي تشارك بفرقتها الأردنية وهي فرقة قلعة عمان للموسيقى العربية، وهي من ضمن الفرق العربية المشاركة في فعاليات هذه الدورة 30 لمهرجان القلعة. أشير إلى أن هناك أكثر من 40 حفلا على مدار أيام فعاليات المهرجان الذي بدأ اليوم 17 من أغسطس ويستمر حتى 31 من أغسطس، وقد تم تأجيله 3 أيام نظرا لحالة الحداد على أرواح ضحايا كنيسة أبو سيفين. وكذلك بدأ حفل الافتتاح اليوم بوقوف دقيقة حداد على أرواح كنيسة أبو سيفين في الجيزة. تحدثنا مع عدد من الجمهور الذي كان إقبال كبير جدا من الجمهور وأعرب عن سعادته الشديدة بفعاليات هذا المهرجان الذي يقام في قلعة صلاح الدين الأيوبي التي تجمع وتمزج ما بين الحضارة والتاريخ والموسيقى الشرقية الأصيلة. كذلك هناك استعدادات كبيرة جدا هنا في القلعة من حيث تجهيز هذا المسرح الذي يسع لقرابة 5000 متفرج للاستمتاع بهذه الموسيقى الشرقية والحفلات المقامة حتى 31 من أغسطس، بالإضافة لأنه تم توفير سيارات تقوم بإدخال الجمهور من خارج القلعة إلى داخل المسرح الذي نقف أمامه الآن، بالإضافة إلى أن هناك أسعار رمزية لدخول المواطنين ويتم استقبال الجمهور يوميا من الساعة 4 عصرا وتبدأ الحفلات بشكل يومي في تمام 8 مساء. هذا إجمالا حفل الافتتاح هنا في قلعة صلاح الدين الأيوبي ومهرجان القلعة. عليكم زملائي في الاستوديو. يعني أجواء جميلة ورائعة من البهجة لديك. نود التعرف أكثر أحمد على يعني برنامج مهرجان الموسيقى والغناء في دورته 30، أبرز المشاركين والمطربين المصريين والعرب ومواعيد الحفلات خلال الأيام المقبلة. بالفعل محمد، هناك العديد والكثير من الفرق العربية والأجنبية كما أشرت مشاركة في فعاليات هذا المهرجان. من بين الفرق الأجنبية المشاركة هناك فرقة هندية أيضا تشارك في فعاليات هذا المهرجان، تشارك بعروضها الفنية والتراثية الهندية، بالإضافة إلى فرق من الإنشاد الصوفي وأيضا من دار الأوبرا المصرية وكذلك من فرقة المواهب الصغار في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى مطربين منهم الفنان هشام عباس وغيرهم من الفنانين هاني شاكر وغيرهم من نجوم أيضا مصر والوطن العربي. أشير أيضا إلى أن حفل الافتتاح اليوم بدأ بتكريم 9 شخصيات فنية أثرت الحياة الثقافية والفنية في مصر وأيضا على مستوى الوطن العربي. هذا إجمالا يعني، ونتابع معكم يوميا فعاليات هذا المهرجان الذي يستمر حتى 31 من أغسطس. شكرا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري على كل هذه التفاصيل من مقر انطلاق مهرجان القلعة للغناء في دورته 30.